محليه من القلعه الحمراء من النادي الاهلي والجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قرر خلاص خوض مباراتين وديتين خلال الفتره اللي جايه استعدادا للموسم الجديد ده بعد اعلان اكيد لاتحاد الكوره موعد خلاص مباراه السوبر المحلي قدام طلائع الجيش هتكون يوم 21 سبتمبر من الشهر الحالي وبتبدا مسابقه الدوري الموسم الجديد يوم 25 اكتوبر المقبل. الاهلي هيخوض مباراته الوديه الاولى هتبقى امام فريق طبعا الاتصالات بكره ان شاء الله على ملعب مختار التتش عن كون المباراه الثانيه امام فريق المقاولون العرب يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. موسيماني بيسعى لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا قبل انطلاق الموسم خلاص وبالاضافه طبعا لمشاركه الصفقات الجديده هيشاركهم في المباراتين الجايين لذات الانسجام بين اللاعبين القدامى الموجودين في الفريق واللاعبين الجدد وبالتالي الاستعداد طبعا بشكل قوي وجيد استعدادا لمواجهه فريق طلائع الجيش في اولى مباراته في السوبر المحلي. كمان قرر موسيماني دخول الفريق في معسكر مغلق في الاسكندريه ابتداء من يوم الخميس اللي جاي قبل مباراه السوبر قدام طلائع الجيش بخمس ايام اللي هتقام برده على استاد برج العرب بالاسكندريه فبالتالي هيبقى المعسكر في الاسكندريه ويستمر المعسكر حتى بعد خوض لقاء السوبر كمان استعدادا لمواجهه فريق امبي في كاس مصر يوم 25 سبتمبر الجاري برده هيكون المباراه برده هتكون في الاسكندريه. طبعا النادي الاهلي بيستعد بقوه استعداد الموسم الجديد دعم صفوفه بصفقات مميزه هذا الموسم لغايه دلوقتي اعلن خمس صفقات طبعا بيرسي تاو هيكون موجود ميكوسوني كمان اتعاقد مع النادي الاهلي وكريم فؤاد وحسام حسن بالاضافه كمان الصفقه الاخيره كانت مصطفى البدري اللي هيتم اعارته الفتره الجايه خمس صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي بالاضافه لعوده بعض المعارين ابرزهم طبعا عمار حمدي خلاص رجع واحمد عبد القادر كمان الاثنين دول هيكونوا مهمين جدا يعني يعتبروا صفقتين كمان مع النادي الاهلي فبالتالي الشق الهجومي التدعيم فيه بشكل قوي جدا وكريم فؤاد كمان هيكون موجود في الشق الدفاعي في الجبهه اليمنى وبيأدي كمان في الجبهة اليسرى لاعب جوكر بيأدي في أكتر من مركز النادي الأهلي دعم صفوفه بقوة ممكن يكون في كلام الفترة الجاية على حارس مرمى ده اللي لسه ما اتحسمش خلال الفترة الجاية وبيشوفوا هل واحد من اللاعبين الموجودين في القائمة اللي تم خلاص قيدهم في القائمة الأولى هيتم يعني الفترة الجاية ممكن يكون خارج قائمة النادي الأهلي إما بالإعارة أو البيع النهائي كل ده هنشوفه خلال الساعات القليلة المقبلة لكن لسه برضو ما اتحسمش موضوع محمد عبد المنعم لغاية هذه اللحظة لسه مستنيين القرار النهائي يشوفوا موضوع سعد سمير ورامي ربيع مكملين مع النادي الأهلي خلال الفترة الجاية ولا لأ.